السلام عليكم مرة تانية، معاكم أحمد حمدي، وإن شاء الله مكملين كورس الإكسل From Zero to Hero. الكورس ده إن شاء الله بإذن الله هيحولك من حاجة لحاجة بإذن الله، يعني أنا متوقع كده. في الفيديو اللي فات اتكلمنا إزاي نعمل Random Number Generation، وإزاي إن إحنا نعمل نجنريت Random Number بـ Distributions معينة، وقلنا حاجة مهمة جدا يعني تكملتها في الفيديو ده، حتة صايعة جدا 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 للناس اللي بتحب الصياعة والحاجات دي. احنا قلنا ان احنا بنستخدم الراندوم نمبر جنريترز دي، او ان احنا بنجنريت راندوم نمبر عشان نعمل بيها سيميليشن. هي مش بس عشان نعمل بيها سيميليشن، هي ليها غرض تاني مش حلو، اللي هو انت تضرب بيها داتا معينة او تسرق بيها ارقام، تضرب اي ارقام، تفبرك اي ارقام، بلاش تسرق. فضرب الداتا وضرب الارقام من الحاجات اللي هي ممكن تبقى valid في الفيديو ده، في قصدي الفيديو اللي فات اللي احنا اتكلمنا عليه. بس هنا في حته صايعه بس بسيطه صغننه كده، انت لما تيجي تعمل كده كل شويه الارقام دي بتتغير، ف ولما تيجي تعمل equations مثلا فده بيبقى حاجه مش حلوه. فالجميل ان انت المفروض تاخد ده كوبي، ودي قلناها في فيديو من الفيديوهات، عشان ده قلنا ان ده variable او dynamic change بيحصل للراندوم نمبرز دي، فانت المفروض تاخدها هنا مثلا في اي مكان انت عايزه تاني، وتدوس paste. بس هتدوس paste values، ساعتها الارقام دي هتبقى ثابته معاك ومش هتتغير، تمام؟ يعني هتلاقيها، لا اللي انا بعمله ده، هتلاقيها الارقام ما بتتغيرش، يعني مثلا مع الارقام دي بتتغير اهي، كل الارقام اللي في الشاشه بتتغير ما عدا دول ثابتين. فدي حته برضو كده اكشن قلنا نقولها في الفيديو ده. طيب بالنسبه لل conditional formatting، ده حاجه تحفه جدا 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 جدا. دلوقتي احنا عندنا شويه الارقام دي، مثلا الارقام دي احنا عايزين نقول مثلا اللي اكبر من كذا لونه بكذا، او اديني ليه كونديشن معين، او اديني ليه فورماتنج سوري معين، او اللي اقل من كذا، او اللي يساوي كذا، او وات ايفر. طيب تعالوا نشوف كده، هنسلكت الرينج ده وندخل على كونديشنال فورماتنج. اول حاجه بيقول لك هايلايت سيلز رولز، لو انا جيت فتحت كده هيقول لك جريتر ذان، يعني اكبر من، فهدوس على جريتر ذان. هنا المفروض الفورمات سيلز ار جريتر ذان، مثلا هقول له 60. طيب هيلونهم بايه، او هيعمل الفورماتنج بتاعهم بايه؟ هنا بيقول لك لايت ريد فيل وذ دارك ريد تكست، انا مش عايز الكلام ده، انا عايز مثلا حاجه كاستم. هدوس على كاستم فورمات، هقول له مثلا خليها بولد، خليها مثلا جرين، اعمل لي ليها بوردر معين، البوردر ده ليه كولر معين، وات ايفر بقى، اعمل لي الالاينمنت معين، حط لي تحتيه، لون لي الكولر بتاع ده، اعمل لي اندرلاين، خليه دبل لاين، يعني وات ايفر بقى اللي انت عايزه. بعد كده هتدوس اوكي، تمام، ودوس اوكي. فانا هنا قلت له ايه؟ قلت له لون لي اللي اكبر من كذا 60، تمام. فهو هيجيب لك كل الفاليوز اللي اكبر من 60، هيعملها بالكونديشن فورماتس اللي احنا عايزينها. طيب هنا في حاجه غريبه وعجيبه شويه، لو انا جيت عملت سيلكت دول وجيت هنا دوست على الكالر ده ودوست نو فيل، مفيش حاجة هتحصل. ليه؟ لأن ده كونديشن فورمات، ده زي ستامب كده حصل عليه. طب أنت عايز تشيل الألوان دي أو اتلخبطت في الألوان، فممكن تروح هنا عامل سيلكت ليهم، وبعدين تدوس على كلير رولز فروم سيلكتد سيلز بالمنظر ده. طيب نفس الكلام كده، مش بس أكبر من، ممكن أصغر من، أو ممكن بتوين، يعني هات لي اللي بين كذا وكذا، تمام، ولونهم باللون كذا، تمام. طيب مش بس كده، لا ده انا عايز اللي بيساوي مثلا 22، هيجيب لك الاثنين اللي بيساوي 22، ماشي، يعني اكزاكت فاليو، يعني فاليو معينه هيعمل ليها البتاع ده. طيب هنا بقى جميل جدا الموضوع ده، اللي هو تكست ده كونتينز، بمعنى انت مثلا عايز تلون اللي هنا، هو بيتعامل بارقام اللي هو اكبر منه واصغر منه ويساوي وايكوال لكذا وبين كذا وكذا. طب هنا انت لو عايز مثلا عندك شيت كله احمدات مثلا، او في مش عارف ايه، وانت عايز تجيب كل اللي اسمهم كذا، او كل اللي اسمهم محمد، فهتسلكت مثلا، يعني هنا مثلا في اهو شويه، انا برضو بيكتب بالعربي مثلا، وهاجي هنا في النص اقول له احمد مثلا، واقول له هنا حسين بتاع فلان فلان فلان. طيب وهاجي دول كده واقول له لون لي اللي فيه مثلا احمد، فهيلون لي اللي فيه اسم احمد، تمام. طبعا الفورماتنج اللي انت عايزه بتختاره من الحاجه اللي انت عايزها، يعني contains with، تفتح custom format وتختار اللي انت عايزه، تمام. طيب مش بس كده معانا في الconditional formats، معانا في حاجه اسمها الديت اوكيرنج، يعني لو انت عندك فيه مثلا ديت معين،
نقول له مثلا النهاردة كام؟ النهاردة 4 فبراير 2020. طبعا هو ده مش 4 هنا، هنا 4. طيب هنا هو المفروض ان الكيبورد بتاعي بيكتب العكس، بيكتب الشهر الاول وبعدين اليوم. فانت هنا لو جيت عملت ان ده ديت، او عملت الكونديشنال فورمات بتاعه ان ده مثلا يعمله لك بالستايل الكبير ده، هتلاقيه كتب لك ان ده 11 ابريل، مش 4 في 4 نوفمبر زي ما احنا كنا عايزين. فانت ممكن هنا تيجي تقول له ده هيبقى ده الاربعة، ده اليوم وده الشهر، تمام؟ فيعمل لك 4 نوفمبر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طب هنيجي ندخل هنا تاني، هتقول له مثلا ديت اوكيرنج، هتيجي تقول له يستر داي بتاع مش عارف ايه ايه ده. مثلا لو انت عندك فيه زي اقساط او عندك فيه حاجه فعايز تاناونس كل فتره معينه، تخلي بالك تعمل الالوان لما يجي تاريخ معين تعمل حاجه معينه، فبتختار من الديت اوكيرنج ده، تمام؟ بتكتب الديت وتقول له مثلا هايلايت توداي، هايلايت مش عارف بكره، هايلايت بعده، هايلايت مش عارف كده، وات ايفر، تمام؟ اللي انت عايزه. طيب حاجة جميلة جدا بقى وأخيرة في الحتة بتاعت الهايلايت سيلز رولز، حتة ال دوبليكيت فاليوز. الدوبليكيت فاليوز دي جميلة جدا جدا جدا. ساعات انت مثلا بيبقى عندك فيه شيت، وده بنقابله كتير، عندها مشكلة بس مش هنقول فين. بيجي مثلا شيت او يعني فايل اكسل فيه حاجات متكررة كتيرة، وانا عايز اشيل كل المتكرر، فبعمل ايه؟ تمام، هروح مثلا بالرقم مثلا الاي دي او بطاقة او رقم مش عارف ايه، يعني الرقم ده كده هاخده كوبي احطه مثلا هنا واحطه هنا. طيب رقم البطاقة المفروض ما بيتكررش، واحنا مثلا واخدين راندوم نمبرز هنا، هو مثلا ارقام اهي، ماشي، وده الرقم اللي احنا كنا مكررينه. واجي اسلكت المجموعة دي واقول له طلع لي كل المتكرر الدوبليكيت فاليوز، فهيجيب لك كل الارقام المتكرره على طول، تمام؟ اللي هي المفروض اللي ما ينفعش اساسا يبقى فيه ارقام متكرره. طيب ده بالنسبه لاول حاجه في الكونديشنال فورماتنج اللي هي الهايلايت سيل رولز، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك هنا في التوب باتوم رولز، حته بقى اللي هي التوب 10، التوب 10% الاقل 10 اكتر 10، اللي المتوسط بتاعهم كذا، اللي المتوسط بتاعهم اقل من كذا. ف يعني مثلا تعالى نشوف على هنا، نمسح الرول دي ونيجي نقول له اعمل لي هايلايت لاكبر 10، وممكن هنا بقى تقول له اكبر 3 مش 10، تمام؟ فبتختار الحاجه اللي انت عايزها. نفس الكلام اكبر 10، اصغر 10 في المية، يعني اللي انت عايزه. طيب من الحاجات الجميلة جدا البارز اللي عندي في الكونديشنال فورماتنج، تمام؟ لو جينا بصينا هنا هنلاقي فيه بارز، يعني بيقول لك بقى ايه زي الباور بار كده بتاع الحاجة، مثلا ده جايب كام وده جايب كام. يعني دي حاجات برضو الستريتف حلوة جدا للسيلز بتاعتنا او للفاليوز بتاعتنا. طيب مش بس كده، طبعا البارز دي طبعا في منها الوان، ومنها بقى الجريديان زي اللي فوق ده، وده اللي هو اللون الثابت زي ده. طيب عندنا في حاجة تانية التدريجة دي، يعني خلينا بس نمسح الرولز دي الأول. طيب هنا اللي هي الكولر سكيل اللي هو مثلا من كذا لكذا، لونه كذا، ده بيبقى ليها برضو فورمات معين اللي هو ايه، انت بتحط رينج مينيمم وماكسيمم، بتبدأ تحط تشوف الأرقام اللي هي الرينج بتاع كل رقم انت عايز. ممكن تمانج الرولز تقول له مثلا الفورماتنج بتاعك اللي هو تبدا تحط بقى اللي هو الايديت رول اللي هو من كذا لكذا لونه كذا، ومن كذا لكذا لونه كذا، يعني نسب، تمام؟ ف ده برضو يعني حاجه معرفش دي ممكن تفيد حد ولا لا، انا ما استخدمتهاش قبل كده. حته الايكونز دي برضو، يعني دي برضو انا بالنسبه لي ملهاش اي تاتين لازمه الايكونز دي. ممكن الناس اللي شغاله في البورصه، او الناس اللي شغاله في يعني في حسابات، او في حاجات اسهم بتطلع وتنزل، فتبدا تعمل ايكونز زي دي، تمام؟ اللي هو طالع نازل ثابت، الحاجات دي بقى الارقام او الاسهم اللي احنا شايفينها دي ارقام زي ده. الناس اللي شغاله في الواي فاي بالمنظر ده، معرفش ده الاي تي والنتورك، ده حاجه جميله جدا عندنا في الصناعه بنستخدمها. سيبك من النجوم دي، النجوم الكامله والنجوم اللي مش كامله، ده مثلا حاجه اسمها التريننج ماتريكس عندنا في اندستريال انجينيرنج او هندسه صناعيه. بتلاقي في كل مصنع كده تلاقي فيه لوحه، اللوحه دي فيها العامل مثلا عنده كام سكيل بيعرفها، فهو كويس فيها ولا لا. يعني دي قصه كبيره قوي موضوع التريننج ماتريكس دي، ممكن نبقى نشرحها بعد كده بالتفصيل.
طيب دي كلها حاجات illustrative tools جميلة جدا جدا، وتوضح مثلا ال values بتاعتك رايحة فين وجاية منين. طيب I hope ان انتوا تكونوا يعني الفيديو ده للأسف ضرب مننا 10 دقايق شوية، مش مشكلة. I hope ان انتوا تكونوا استفدتوا، يا رب ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.